ايضا الغاء هذه الريفورم لانهم اصلاحات لانهم لا علاقه لهم بالبيداغوجيا اولا حتى واحد ما راضي عليهم. ثاني حاجه انهم يتحقوا الطلبه ويتامنوا مساهمه التفكير وتعطانا الحقوق ديالنا في الوقت بغينا نعرفوا علاش تفكر علينا علاش فاتوا ورباط وكذا كيعطيوهم فلوس من فلوسهم حنايا تفكروا علينا علاش عندهم مجانيه ديال الطبيب وكذا وحنا ما عندناش علاش هذا التحقير تاع طريق كليه الطب ما عرفتش هادشي اللي بغينا نعرفوا. شكرا لك.